أعزائنا الطلبة، أسعد الله صباحكم. إحنا وصلنا عند الوحدة الرابعة من وادي التعبئة والتغليف للخضار والفواكه ومنتجاتها. طبعا يعتبر التغليف هو عبارة عن مبدأ الطبيعة منتشر في مخلوقات الله تعالى من أحياء وفيما تنتجه من ثمار. يعني سبحانه وتعالى وجد الثمار التي تحتوي على أغلفة، هذه الأغلفة تحميها من الأحياء الدقيقة، وأيضا تحميها أيضا من أشعة الشمس، ومن الميكروبات والمؤثرات الخارجية، سواء كانت مثل التفاح، الحمضيات، البطاطا، الجوز واللوز. فهذا الإنسان بدأ في عملية اللي هي تغليف الفواكه منذ آلاف السنين، فكان يحفظ بعض الفواكه إما في كان في الفقار أو في المغر، أو في بعض المناطق التي تقي من أشعة الشمس أو تقيها من الأحياء الدقيقة. وقد لاحظ الإنسان هذا المبدأ الطبيعي، تغليف كوقاية ووعاء وطريقة حفظ الأغذية. إذا زي ما حكينا بدأ استخدام الخامات المتوفرة لديه في الطبيعة، وقام بتحويلها لصناعات عبوات، فصنع الفخار والزجاج، واستغل المعادن وصنع منها العبوات المعدنية. إذا هناك أصناف عديدة جدا من أجل حفظ المواد الغذائية، سواء كانت هذه العبوات مصنوعة من الزجاج أو من المعدن أو من اللي هي المعادن الزجاج أو الفخار. تستخدم في تعبئة وتغليف الخضار والفواكه ومنتجات نوعان من العبوات. قد هذه العبوات تكون عبوات محكمة الإغلاق، وقد تكون هناك بعض العبوات غير محكمة الإغلاق. محكمة الإغلاق قد تكون تحتوي اللي هي عبوات معدنية تتكون من الصفيح والألمنيوم، والعبوات الزجاجية، والعبوات المصنعة من اللدائن البوليمرات. أما العبوات من النوع الثاني فتكون على شكل أو بتكون شكل صناديق مصنعة من الخشب أو الكرتون أو اللدائن. طيب، يتم اختيار نوع العبوات. على ماذا يتم اختيار هذه العبوات؟ على ماذا يعتمد اختيار نوع هذه العبوات المستخدمة؟ أول شيء أولا تبعا لطريقة الحفظ المتبعة، حسب طريقة الحفظ. اثنين، حسب نوع المادة المستخدمة في صناعة العبوات، المادة المستخدمة نفسها في صناعة العبوات. ثلاث، ما هي خصائص الطبيعية والكيميائية لهذه العبوات؟ أربعة، تعتمد أيضا على نوع المادة الغذائية. إذا هل نوع المادة الغذائية اللي بدنا نحفظها في هذه العبوات؟ إذا هاي عبارة عن أربع عوامل اللي بتحدد مدى اختيار نوع العبوات المستخدمة لحفظ المواد الغذائية. فمثلا تستخدم عبوات مصنعة من المعدن أو الزجاج المحكم الإقفال عند استخدام المعامل الحرارية. إذا بنستخدم معامل حرارية ممكن استخدام الزجاج المحكم أو المعدن أو استخدام معامل حرارية أو استخدام الإشعاع كطريقة لحفظ منتجات الخضار والفواكه. أيضا عند استخدام العبوات الكرتونية مشان تعبئة الخضار والفواكه الطازجة والمحفوظة بطريقة التجميد أو التجفيف، أو يتم وضع بداخل العلب المحتوية على منتجات الخضار والفواكه. وقد تستعمل العبوات البلاستيكية أيضا في عمليات الشحن ونقل معلبات الخضار والفواكه. هلا بنروح، ما هي الشروط الواجب توفرها في هذه العبوات؟ يعني هاي العبوات اللي بتم فيها حفظ المواد الغذائية أو حفظ الخضار والفواكه، ما هي الشروط اللي يجب تتوفر في هذه العبوات؟ أول شيء يجب أن تكون غير سامة، ملائمة للمادة الغذائية المعبأة، ما تتفاعل أيضا مع المادة الغذائية، أن تحافظ على المنتج الغذائي من التلوث، تكون محكمة الإغلاق، تحافظ عليها من التلوث، ممنوع عدم دخول الميكروبات إلى هذه المواد الغذائية أو الخضار الفواكه، أيضا تحافظ على نسبة الرطوبة والدهون في المنتج الغذائي، يعني ما تساعد عملية الديهايدريشن تجفيف المادة الغذائية، أيضا تحافظ على الغاز والرائحة والنكهة للمنتج. تحافظ أيضا على المنتج الغذائي من تأثير الضوء، ما تكونش أيضا تكون الضوء بأثر على المادة الغذائية، وهذا بأثر على الكواليتي خواص هاي المادة الغذائية. أيضا مقاومة للصدمات الميكانيكية، أيضا
ذات شفافية ملائمة حسب المونتاج، سهلة الفتح، يمكن إعادة إغلاقه بإحكام في حال ضرورة ذلك المنتج، يعني سهولة الفتح والإغلاق في نفس الوقت، ما تغلبناش عند الفتح أيضا، ذات مظهر خارجي ملائم، سهولة التخلص منها وتحديد تحديدات من ناحية الشكل والأبعاد والوزن، وذات تكاليف منخفضة نسبيا. إذا هون بتلاحظوا هاي كلها عبارة عن شروط واجب توفر في العبوات، وهي الشروط تساعد الشركات على إنه أيضا تسويق هاي المنتجات بطريقة سلسة. كل ما كانت العبوة سهلة التعامل معها وتكون شفافة وواضحة بشكل عام للمستهلك، وهذا بتؤدي إلى أنه الإقبال عليها بيكون بشكل ممتاز. طيب نيجي واحدة واحدة اللي عندنا العبوات الزجاجية. طبعا تستخدم العبوات الزجاجية بأشكال وأنماط مختلفة، زي مرطبانات، القوارير، في تعبئة المواد الغذائية، لأنها أكثر ما تستعمل فيها تعبئة منتجات الخضار والفواكه، تستعمل أكثر شيء بتعبئة المنتجات الخضار والفواكه. طيب ما هي ميزات العبوات؟ إذا هي العبوات الزجاجية لها ميزات أيضا وبنفس الوقت لها عيوب. ميزات العبوات الزجاجية أنها أول شيء ما تتأثر، لا تتأثر بالأحماض والأملاح. أيضا مكونات المادة الغذائية مختلفة، يعني ما بتتفاعل مع المادة الغذائية، ما بتتأثر في الأحماض والأملاح، وذلك بسبب أنها تعتبر خاملة كيميائية مما يجعلها مناسبة لتعبئة المنتجات الغذائية. أيضا ممكن إنتاجها بأشكال وأحجام مختلفة حسب التسوق، حسب المادة المطلوبة للتسوق، حسب المستهلك. أيضا ونظرا لشفافية الزجاج أنه يمكن أن يكون عونا للمشتري، أيضا بسبب أنه شفافية الزجاج ممكن أيضا تكون سهلة بالنسبة للمشتري، وتكون عملية الإقبال عليها بكون بشكل أحيانا ممتاز جدا، لأنه المشتري أو المستهلك ممكن النظر في داخل هاي العبوة وتؤدي إلى سهولة تسويق هاي اللي هي الخضار والفواكه. طيب لكن ما هي العيوب اللي هي العبوات الزجاجية؟ أول شيء إنها ثقيلة الوزن، سهلة الكسر، وصعبة التداول والشحن. إذا من الصعوبة القيام بعملية التداول والشحن لهذه العبوات، وذلك بسبب إنها تحت مصنع من الزجاج. أيضا ممكن تتم عملية الكسر بسهولة بالنسبة لها. أيضا من العيوب الرابعة إنها رديئة التوصيل الحراري مقارنة مع العلب المصنوعة من المعدن. وهذا بيؤدي يستدعي إلى تعقيم العبوات الزجاجية والمواد المعبئة بها لمدة أطول، كي يتم التأكد من وصول درجة الحرارة المطلوبة للتعقيم لأبرد نقطة بالعبوة. إذا بحاجة لوقت أطول مشان عملية التعقيم تختلف عن العبوات الأخرى. إذا هاي بما يتعلق بسلبيات العيوب العبوات الزجاجية. إن مكونات الزجاج تعطي الزجاج شفافا عديم اللون، وإذا يريد تلوين الزجاج يضاف أكاسيد بعض المعادن لإعطاء اللون المرغوب، يعني أحيانا يتم إضافة بعض الأكاسيد للمعادن من أجل إعطاء اللون المرغوب. على سبيل المثال ممكن استخدام أكاسيد الحديد مشان إعطاء اللون الأصفر، وأيضا أكاسيد الكوبالت مشان إعطاء اللون الأزرق، وأيضا ممكن استخدام أحيانا قناة صفراء محمرة غامقة اللون، وهذا من أجل منع تأثير الأشعة فوق البنفسجي على محتويات العبوة، وذلك تفضل في تعبئة عصير الفاكهة للحفاظ على فيتامين سي. بعدين بنروح لنا اللي هي العبوات المعدنية تين كانز. أيضا تعد العلب المصنعة من الصفيح، إنها علب مصنعة من الصفيح، أهم العبوات المعدنية وأكثرها انتشارا في تعليب الخضار والفواكه، وذلك بسبب من سهولة التعامل معها، عملية التعقيم بتكون أقل أيضا، وذلك بسبب متواجد خضار الفواكه ومنتجاتها المحفوظة بطريقة التعقيم أو الإشعاع، حيث تمتازها للعبوات. شو ميزات هاي العبوات؟ أول شيء عندها بسيطة، تعامل معها بشكل سلس، متانتها قوتها، ما في أي مشكلة بالنسبة للانكسار، أيضا جودتها عالية بالنسبة للتوصيل الحراري، أيضا
يصنع جسم العلبة من الصفيح الذي يتكون غالبيته من الصلب، لكن هناك القصدير التي يتم استخدامه مشان انطلاق السطحي لهي العبوات، حيث أنه يحافظ القصدير على العلب من الصدأ أو التفاعل مع المكونات الغذائية. يعني هذا القصدير في العبوات يمنع من عملية التفاعل المادة الغذائية مع العلب، حيث يتم اتحاد القصدير والصلب مع بعض ويكونان سبيكة مكونة من الصدأ. إذا القصدير موجود في العبوة مع الصلب، الصلب مع القصدير اتحدوا مع بعض وهذا بيكون مقومات لعملية الصدأ. في عندي جدول هون عندي 4-1 يبين بعض مكونات الأغذية المسبب للتآكل في العبوات المعدنية، معطيني اللي هي نوع الغذاء وأيضا بيعطيني المواد المسببة للتآكل. على سبيل المثال نوع الغذاء معطيني الخضار، هذا الخضار شو الشغلات الموجودة في الخضار بتساعد عملية التآكل، المواد المسببة للتآكل في العبوات المعدنية. عند الأحماض الأمينية حكينا زي هي السلفر أمينو أسيد، الأحماض الأمينية تحتوي على عنصر الكبريت زي الميثيونين سيستين سيستاين، حكينا لكم المرة الماضية عنهن. إذا هي أحماض أمينية تحتوي على عنصر الكبريت اللي هي سيستين ميثيونين سيستاين، أيضا حامض الأوكساليك كلوريدات نترات النحاس، وهذا الذي كان يستعمل المحافظ على اللون الأخضر أو في رش الأفت. النوع الثاني من الغذاء عند الفواكه والعصائر، هذه تحتوي على أحماض عضوية وبخاصة أحماض الهيدروكسي والأوكساليك، أنثيوسيانات اللي هو اللون الأحمر، فلافونات هي مركبات كبريتية، أيضا حامض الكبريتيك، هيدروكسي ميثيل الفورفورال والنحاس. أيضا عندي الدهنيات والحليب ومنتجاته. عند الأحماض الدهنية أيضا ممكن تسبب تآكل أحماض دهنية، ممكن تصير تفاعل أحماض أمينية كبريتية اللي هو ال H2S، نتج خلال التعقيم، ميركبتانات والهيدروبيروكسيدات. أيضا بالنسبة لنوع الغذاء اللحوم والأسماك والأغذية البروتينية، قد ينتج عندي اللي هو ال H2S ناتج خلال التعقيم، ينتج خلال التعقيم ال H2S، أيضا ميركبتانات، ثلاثي ميثيل أمين أكسيد، نتريت، البوليفوسفات وملح الطعام. طبعا هذا ال H2S لكن المرة الماضية هو ممكن ينتج عملية اللي هو مياه المجاري، حسب مثلا مياه المجاري بتشم الريحة تاعته تكون ريحته كثير كريهة جدا اللي هو ال H2S. ملاحظة، في جميع الحالات يعد وجود الأكسجين في القلب من الأسباب الرئيسية للتأكل، إذا دائما يفضل إنه في حفظ العبوات التخلص فورا من الأكسجين وبعدين بيتم تسكير العبوات. إذا في جميع الحالات يعد وجود الأكسجين في العلبة من الأسباب الرئيسية للتآكل، لذا ينبغي التخلص منه قبل إغلاق العلبة. إذا قبل إغلاق العلبة يفضل بشكل أساسي التخلص من الأكسجين، وهذا بشكل أساسي يعتبر من المتطلبات اللي هي عملية اللي هي حفظ الأغذية في العبوات حتى يتم الحفظ لفترة طويلة، ما يكونش هناك تفاعل أيضا بصير عملية الأكسدة ما بين المادة الغذائية وأكسدة المادة الغذائية مع العبوات. هيك بنكون خلصنا الوحدة، إن شاء الله المرة الجاي راح نحكي لكم عن الوحدة اللي بعديها بإذن الله تعالى.